لمن سزينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصوب الدم عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فما يحمي حمانا ويؤوي يتامانا إن عسى عسى الليل وارى ذبل أوجهنا وزينبا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا ندعو فلا أحد يصغي لدعوتنا وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا أعظم المواقف على زينب بأبي وأمي لما صعدت على ذلك التل نادت أخي حسين نور عيني حسين سور الحرم يا حسين لا تجذب الونان بلكت يا عزنا من الحرم تهدأ الرنة ودي أوصل مصرعاك وانجدل وياك لكن اش بيدي لازم ذيالي يتا لو يقدر السجاد ينهض جان جينا خدكني وزنا وبالدمع نغسل الصدر وزينب تدري الغرب الضعضع زوم الرجاج وانا غريبة وضايعة ومجبل علي وخافض عنا من الصباح من كربلا الشيخ وتظل عاري على الثرى واحنا ضعيفة قالها بلا تجهيز لازم يتركوني وباشر تمر بي الضعيف اين وتنظروني وانت وخواتي كان ردتو توصلوني مجبل عليك الليل جيب الفاتح
فاطمية وحسينا وإماما. عظم الله أجوركم يا مؤمنين يا مؤمنات. أغشي على زينب بأبي وأمي عند مصرع أخيها ما أفاقت بأبي وأمي، نظرت بأبي وأمي إلى جسد أخيها وإذا به جثة بلا رأس، رفعت رأسها وإذا برأس الحسين على رمح معلى. أين المنادي وحسينا وإماما؟ جاءت ناحية جسد أخيها، ماذا تصنعها؟ يقول ابن سعد دعوها نريد أن نرى ماذا تصنع. وضعت يديها تحت صدر أخيها. تدري ليش تحت الصدر؟ لأن إمامكم كان مكبوبا على وجهه. نادت ومحمدا صلى عليك ملك السماء، هذا حسين بالعرى مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سمايا وإلى الله المشتكى. يا رب تقبل منا هذا القربان. رجعت بأبي وأمي إلى المخيم، تقول سكينة نظرنا ننظر إلى رجالنا إلى أعمامنا إلى جسد أبينا بأبي وأمي على واهجة الرمضة مجدلين جثثا بلا رؤوس. تحيرنا ما يصنع القوم بنا ونحن نساء من دون رجال، وإذا هاتف يقول احرقوا بيوت الظالمين واسلبوا ما فيها. تقول فتبادرت الخيل علينا فأصبحنا نفر بأبي وأمي، وبعض منا يلوذ بعمتي زينب. أصبحت المرأة تستغلب على خمارها على مقنعتها، فتغلب يا مؤمن يا مؤمنة وتبقى حاسرة بأبي وأمي. جاء فارس إلى ابنة من بنات الحسين وعليها قرطين، جذبهما فأعاب أذنيها، تركها والدماء تسيل من أذنيها. أين المنادي وحسينا وإماما؟ ثم جاءوا بالنار فأخذوا يحرقون خيمة بعد أخرى. جاءت زينب إلى زين العابدين قالت ما نصنع يا ابن أخي؟ قال عليكن بالفرار إلى البيداء. ففرت النساء والأطفال إلى البيداء. لكن وين زينب يا مؤمن؟ زينب واقفها عند خيمة الإمام السجاد، علي لا يقوى على الحركة. جاء لها رجل من القوم قال يا أمة الله ألا ترين النار تسري وتكاد أن تصل إليك؟ ما عندك؟ قالت عندنا علي في هذه الخيمة. قال أيوجد رجل في هذا في ما بينكم؟ قالت بلى عليل نمرض. دخلوا إلى إمامكم بأي حالة أخرجوه، جعلوا القيد والحبل في رجليه وأخذوا يجرونه ورأسه إلى التراب.
أين المنادي وإماما؟ عند ذلك رفع الشمر سيفه يريد أن يقتل إمامكم. ألقت زينب بنفسها على الإمام وقالت: ما كفاك ما صنعت بأبيه وبإخوته وبإخوتي؟ قال: لا بد أن نقتله ولا ندع رجلا من أبناء هذا البيت. التفت رجل إليه قال: انظر ما بحاله، لقد نحل جسده وإنا لنظن أنه يموت في الأسر، فدعه إلى مرضه. بعد ذلك ها أخذت زينب بأبي وأمي تجمع النساء والأطفال، تجمع النساء والأطفال، أخذت تفتش عن طفلين فقدتهما. تصعد بأبي وأمي تلك التلاء إلى أن لاح وجهيهما. استبشرت بأبي وأمي، جاءت نحوهما وإذا الواحد حاضن الثاني. ظنتهما نائمين، حركتهما وإذا بهما ميتين من شدة الخوف. أين المنادي ومصيبتا؟ عادت بأبي وأمي، أخذت تنادي بالنساء، نادت بأبي وأمي الرباب فلم تجبها. أين عزيزة الحسين؟ فلم تجبها. أرأيتم الرباب؟ قالوا: لعلها مضت ناحية جثمان ولدها عبد الله الرضيع. جاءت بأبي وأمي زينب ناحية جثمان عبد الله الرضيع، وإذا تشوف ذيك الأم متربعة جالسة قد جعلت حجرها مهدا لولدها، وضعت عبد الله الرضيع جثة بلا رأس. يا مؤمن يا مؤمنة، وهي تخاطب ولدها: ولدي عبد الله ارضع، فلقد در صدري لبنا. عبد الله يا ولدي لا تروح من ايدي، يا فرحتي وعيدي، أمك دينغيها. عبد الله لا ترحل وارحمني يا مدلل، عن حالتي تسأل الدهر ماذيها. لا ترتحل عني، هاي لك يا شبابها، لا ترتحل عني، لا تندفن يا ابني من يقعد بحضني، عيوني يمليها. بعدك يا يما صغير فرفر عني الطير، صد لي وعينك دير لا تغمض ابغيها. نظرت اليها زينب قالت: يا رباب ماذا تصنعين؟ ولمن تهزين هذا المهد؟ لا ترين ولدك جثة بلا راس؟ أين المنادي ومصيبته وحسينا؟ يمي الولد راح الولد، يمي المنتهي الزين المهان.
لا راحيل عبد الله ما يرجع أبد يم الولا راح راحيل صوت الحزين دوال مهد يم الولد راح راح دوى أراضي كربلا يم الولد راح 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 ضمتها إلى صدرها صبرتها بأبي وأمي جاءت بها ناحية النساء ثم نادت فاطمة بنت الحسين فلم تجبها أين فاطمة فلم تجبها أرأيتم فاطمة قالوا لعلها مضت ناحية جسد المولى أبي عبد الله الحسين عزيز على زينب أن تمشي بأبي وأمي إلى جسد أخيها تنظره بهذا الحال ولكن ماذا تصنع خطت قدميها ناحية جسد المولى وإذا تشوف من بعيد ظلال قد امتد بطول جسد الحسين وصوت رقيق من ذلك الظلال أبا يا أبا يا من الذي قطع رأسك أبا يا أبا يا من الذي أيتمني على صغر سني يا والله عظيمة أصير من زغري يتيمة يا عثار الأبو يا ناس خيمة خيمة يفيع على بناته وحريمة جاءت ناحيتها مسحت على قلبها صبرتها بأبي وأمي لكن حانت منها التفات إلى أخيها ماذا تقول إلى هذا الأخ الغالي بأبي وأمي ما لي غيرك يا حبيب أمي الزجية ضيعها ما لي يا ذبيح الغاضري ما لي غيرك يا الصريع على الوطية مرة ثانية هاي ما لي غير يا حبيب يا حبيب أمي السجية ما لي غيرك يا ذبيح يا ذبيح الغاضري ما لي غيرك يا صريح على الوطية بعدها ما لي غيرك يلجيني تخيمة علي وزينبا ما لي غيرك خويا راح ارحل سبية ما لي غير يلجنيت روحي وحياتي أكررها ما لي غير يلجنيت خيمة علي ما لي غير خويا راح ارحل سبية ما لي غير يلجنيت روحي وحياتي أرادت أن تشكو تبث لواعجها إلى هذا الجسد الطريح
وش عندش يا زينب ها من كلام تقولين لأخوش ها خيم يا حسين محروقة وأنا هود علي الليل وراسك راح للكوفة وجسمك رضي ضدت رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دامت وكم مرت علي ليالي مني العين ما نامت وين النوم والقعدة وهاي اطفالكم هامت شي ماتت من الرعاة وشي ظلت تصيح الوين اسمعها نص الليل يا ابن امي ولن طفلة فقدناها اتاري فرت بدهشة تحوم ومحد وياها وحدي طلعت ادورها وادور وين ملفاها شفتها وياك ممتدة وعلى خدها دمع هيسي جبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديني يا زينب قومي دوري وياي راح وين طفليني طلعنا نفتش الوادي ولا يوجد درب عيني ولا النجوم لا حد تقول عنهم نجم سهم شحكي لك يا نور العين دهر الشوم وازاني وهضم المجر ولا صار بالمخلوق رواني شفتهم يا الولي ميتين واحد حاضن الثاني كبير على الأخ وحاني يضم عن وحوش اللي صحوة حسين وزينب ومصيبته أمس الميسة والنار ما خلت لنا خيام صيوان ما ظل تلتجي بظلها الأيتام أمس الميسة والنار ما خلت لنا صوتك صيوان ما ظلت لتجي بظلها الأي أقبل علي الليل وازدادت الوحشة ما شوف غير ايتام تتصارخ بدهشة شيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة مطروح وبجنب علي الأكبر وجسام أمس الميسة والنار ما خل أيوة يا الله صيوان ما لتلتجيب ظل عباس عندي الباري حيحوط الصواوين يا مرو ينهي واخوتك الهم مس الحين والخيل مسروجة وأهل مستعدين مصغين للصايح ولا منهم جف النام أمس الميسة والنار ما خلق
علي. صوال ما ظلت لتجيب أصبحت يا علي أصبحت حالي سباع وامسيت أصفيجي الكف وانظر جنايزهم عارا يا بعرصة الطف باكر يركبون لا عادي جمال نعيد جف درب طويل نبتلي بعدواني ظلا أمس المساء والنهار ما خلت صيوان ما ظلت لتجيب قالها علي السجاد يا عم شجاني حالك وانا ما قدر اتحرك من مكاني صاحت يا نور العين عتبي على زماني اللي علي الكرار ابو هشلون تنظام امس المساء والنار ما خلت لنا خيار صيوان ما ظلت التجيب